قناة ناظور بريس دوت نت من الناظور إلى العالم. صراحة تفاجئ اغسل خباري ذين أنه الشركة ريانير ثازم إجن الخط يربط جميع مدن المملكة المغربية استثناء مدينة الناظور. إخساء نشأ ذا حغار وجذاء باش من على الخط ريانير علما أنه نشين غاغ المطار نعاروي ذا انت ذي ثندي انت ويوذان النظار تحتاجنا تصل الخط زي النظار غدا البيضة والتحندي الكاري جني تويسنا تصل الوقت ربداو الزون خاس والزون خلخ التغيرين مباشر زي النظر غدا البيضة ديريكت زي المطار. للأسف ثان دي انت وهذا السخسر هذيش نحاجث وانت وران شن يعني واغس نديش المشكل مرة يعني شن يعني نغش نحاجث بالعكس شن يودان تندي انت ترحاب نزي مرة من غيرين الجديد غاسن ومرة يعزمن يعني الخطة اديرين فاحنا التص خاصنا سهل لنا مزوار التنقل والسنين ذي نجل المعلومة ثمن الشركة ريانير بليتيري هو مقارنة تنك الشركة النغنيت. إذا بالنسبة أسقسي نوم إذا يتنام نش نغ الساكنة النضع عامة مش تسن أنه تعيش يجن أزمة اقتصادية ذي الإقليم ككل ومرض غزات تود أنه ذي نبلع نمريج ذي نجل مجموعة نضغط وتدخل الإقليم دناني خاص انه النقطه يتغى اتيري ديج النقطه الصباح هذه رجنا الروج يوذن ذفنج الوسيله ذحن غث الدم نغني يوجن ذي اقل وقت كغيرها من المدن المجاوره يجن ذي الجهات مره ذي النقطه هي من غين ثومتينو بالنسبه يعني النضى ذي ما نيجي تجين نغذي بين قوسين ذي النقطة يذي تجين يعني أخني تحت كان أخني النظاوة تجيبو ذي جن الإقليم ذي المملكة ومش نسنو جذي ما نيجوا قد يجن مجموعة المشاريع نغذي يجن مجموعة الخدمات يتقدم المارك من ذي وين نغني نشين دنا تذا قنغ مقصين وذو ذا ورينون قد كنيو مارك حتى أنه النظاوة تجي بوجه المركزية الدربية كذا ولا ما خصها المده خصها يجن يتيرا يدورها الوقت وين مش سقان الاحتكاك جا الاداره ما حنضط فغض ني غتاح غار كار ني غتاح غا وين خصها يجن المده ني غتنتقل زي هندين تغندين يعني تقي تاوي المصاريف زائد تمارا زائد يجن مجموعه الاكراهات بن بوذا انت في قبري يعني تقي قنت عيش زي بشكل يومي وانت قذاك كم تمنى تلقيك اليوم مرة ملاح نهارا نصدغ ناظور بريس. ناظور بريس أنا شين كلمة على حسب شركة ريانير إجها تصنف فروع ذي المغرب من غير النظا وثقورة ذي وجدة إجها تجاف النغ ونظا وذي استقيشة وانت ذي جن إشكال إجها يسهز سكينة النظا بوركي تقريبا أزينا مقراني تحي تعالج ذي داخلية نغ مثلا دار بيضاء دقني في عوض ما ذي من أزين هانو بريد يوموها بطبعة الحال يعني بودا ذي وزين تسعة تذيريدين وتسجن تمني جاخ وتمني غير ان شاء الله سكينه النظا يعني ولا انت تتكدف اخت ندين الناس باش ولا ني هنا زعما كان واجه قال المساله هذا غاز من رانش الفرع نغدي نظا باش ان شاء الله رانش نزي سغزت اني ري رانش من شين امارتين يعني قد نقنس المساواه وشكرا وتمني غا ان شاء الله هذه وضمي احنا الحين نلاحظ مؤخرا انه الشركه راينير شركه الطيران جات امان التصن خطوط الطيران سواء داخل المغرب نيغ خارجه تقترح مجموعه الخطوط وتبرمج مجموعه الخطوط الجديده اللي خمس سن داخل المغرب جات الدم اكيد الخطوط ضبطا جاء التصن الدم تقريبا تقترح ازيد 20 الخطوط. الملاحظه السلبيه مع كامل الاسف نلاحظ هي الاقصاء نثنديت النظاس الخطوط فنلاحظ انه 11 خط وادي ني ذا دي جن زيسن السكواد نيغ يتاوي سي هندي تنضا اكيد وانت ايش الاقصاء دي جن تهمي جدام قاني هندي تنضا خاصة انه نسن انه غاسي جن المطار يتجا حيا ويسوطاس نسن انه النضا غاسي جن جالية طم قرانت يتجا اكيد خمي تسغى النضا تحرك داخل الوطن ف اكيد الاسهل خاصن انه نحرك السياره اذا وانت ايش الاقصاء ضم قراني ايش نتهميش يتجا ضم قران يخسى وخاص منتقاري اكيد نطالب المسؤولين فنديت انه الدخل باش انه انا افني جن الحل هي انت سي اكيد توصلنا للشركه دفنا كيس حلول على اساس انه نربط مدينه نضاك باقي المدن لانه الشركه رايان اير نسن انه تختار حتى تصل الخطوط سي انت من رمزي اكيد ما نيادي شجع السياحه الداخليه دي شجع تصل الحوايج
داخل المغرب. نتفاجأ أنه الشركة ديوتين أجنبية باش تخدم الخطوط الداخلية. للأسف الشديد نتفاجأ أنه قصان ثندينة الحسيمة ثندينة النضاء، من رغم أنه ثندينة النضاء نتتيج ثندينة سياحية ثواث ثواث أوروبية تسندي وذان الجالية، خصوصا الجالية المقيمة بالاتحاد الأوروبي. تخصنا قضان الأغراض نصن مثلا ذي العاصمة ذي الرباط ذي الدار البيضاء ذي أكادير ذي جندر في وجيزة، ولكن للأسف وان في مشان تغيماج العلمات اللي سيفهمتنا بقنات أنه ما يمقسان تنديت النضاء زي الخدمات الشركة أجنبية، من رغم أنه تنديت مجدة وشي ناس. للأسف الشديد الميساج نسكت المسؤولين أنه أكسين بعين الاعتبار أنه تنديت النضاء يخسن للأسف إيريقا تثي غير استفد نس الخدمات يدن الشركة أجنبية، لأنه غانغي يوذن تنديت النضاء الحسيمة سفارة نطس باش تقضن أغراض نسن ذي الداخلية، ولكن للأسف الشديد نتفاجأ سمين جين الإقصاء ينغين. نتوجه رسالة للمسؤولين البرلمانيين تنديت أنه تكسين بعين الاعتبار المسألة يا خاص سيورن باش رنشين نكسب المكسبة قواريج المكسب أنه باش رنشين نستفد سل الخدمات الأجنبية باش رنشين عوضا أن أنصفع باش نقضى الأغراض ذي هندامي ذي جنت خانر ذي ترتية من يغضى بعيام أنا استفد أنه الساعات نغذي النهار نقنيت ساعتين أن حرن الشين دي خط جوي باش نقدر غرضنا. الميساجين المسؤولين نسيتي إن شاء الله أذراعا أذفكان أذكسين تعين الاعتبار باش أدرسن تنقيته، لأنه يش تنقيت حساسة سوطس نشين كمواطنون نتندين تنضى صراحة يزعجون الأمر غاضبون ذي الإقصاء أيضا مقين وشكرا. يقصى مدينة الناظور يعني عندنا احنا اصلا ملي كنبغيو نسافروا 3 ايام 4 ايام يومين باش كنقضيو نمشيو نقضيو واحد الغرض كندوزو فيه يومين 3 ايام. بالنسبه هاد الشركه اللي قصت مدينة الناظور هي اولا باب اوروبا باب الحدود، اول مدينه خصها تستافد هي مدينة الناظور، فيها كل شيء، فيها الميناء، فيها مليليا، فيها أوروبا، يعني المطارات، يعني أول مدينة الناظور هي اللي خصها تستفد. أنا نتمنى من هاد الشركات هادو يعودوا النظر ديالهم في هاد الموضوع ديال الإقصاء. نتمنى من المسؤولين يتدخلوا في هاد الموضوع هذا، على ود مهم بزاف منطقة الريف. الموضوع الساعة النقطة هو شركة رينير تجيج العرض بداية يناير إن شاء الله، قبل أن ذي الرحلات داخلية ذي المغرب تلقى وجدة فاس، وجدة أكادير، وجدة مراكش، مراكش أكادير، فاس طنجة، فاس الرباط، وجدة طنجة، سبب إقصاء النظر ما يمين ماشي نو تجيبو ذي وذان مشنو مغاربان يلا مسكين البرلمانيون النغ المستشارين النغ غدا في عقد دكا، لان شي نطاش يتسافر غا المنطقيه بعيد داخل المناطق النغريت خصنا نستافد العرض كراينار. نتمنى زي المستشارين ديال البرلمانيون النغ اهداف حنا النقطيه الله يجازيهم بخير. شكرا. ان لا سوسيتي ريناراي خلي فولي كين ديال المغرب يكمل. المهم الصباح الشركات خدام سجن طريقة الصباح مختلفة خ الشركات النغنيط يتحاول ما أمكن أثمن عمارة لزاجونس المغرب منايا الصباح تستفد زي السياحة، السياحة الوطنية، السياحة الدولية، السياحة المحلية، أرمنايا الرخو مليح ماشا مين تفاجئ زي سوارمي وفيغ بالله إقليم الناظور ويتجيشا دي البرنامج الشركية أخصها تسنغي جن حاجة ما النظا زيشان الدولة النغنيث نيغ النظا وغاسبو العلاقة أك السياحة نيغ وغانغبوش الجالية مثلا المليونية دي أوروبا قما مش تسنم قال منطقة النظا دي سطاس غسطاس ننتر ونسا قاتن زي الجالية قاتن دي أوروبا دي غليمان دي هولندا دي فرنسا دي إسبانيا، يعني أوتوماتيك مو إخسا الشركة أتكسي بعين الاعتبار منايا اخسا دازمن وراهين تقني جو الخط دا ديال النظر قواجي مثلا في الخطوط غازدي مشان نغني الرباط اكادير مراكش كذا 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 النظر ويتجيشا يعني ميمي مع العلم ان قادين نيجن يعني مش نيغ ذين نيجن لاماس لي زيميغرين لا زون يعني وراهين تساهمن في الاقتصاد المملكه الاقتصاد المحلي الاقتصاد الوطني. شكا سؤال للبرلمانيين النغني المسؤولين النغ
ما دينيش التدخل نوم حما نحل المشكلة يا ني غنجل الأمور مني مش ناور بدا الناظور مقصي زي المسائل المهمة ما نايخس غديني غي تحياتي.